إخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم من السوق الخميس تيم حضيت بتاريخ 11/5/2023. تبارك الله ما شاء الله الحلال الإخوان تبارك الله، يعني راه داخل تبارك الله، المليح كاين الغلط كاين، الله يدير خير ديال الاخوان تبارك الله، ديال الدراري راه خير تبارك الله، مازال عنده يعني كل صوت تبارك الله، راه تيدخلوا دراس سي ابراهيم غني التعريف السيمانة اللي فاتت راه باعو ب 2700، دابا عاطينهم 2700 زعما ما باعش. الرئيس تبارك الله عليك، تحياتي، الله يسخن، الله يكمل بالخير. شحالك الرئيس؟ 54 54 صافي 2700. هادي اخت السلعه ديال السيمانه اللي فاتت. اي اخت تبارك الله. السيمانه اللي فاتت بعتي ب 54. 54 هاد السيمانه ما قنعتيش. هاد السيمانه مازال شويه. ايوا ان شاء الله. السوق زاد شويه ولا؟ ولا باس مزيان السوق. ايوا مزيان. الله يسخر. تبارك الله. كاين الغلط كاين المليح، الله يجيب التيسير. دابا قول لي تا الصاير، دابا الصاير هو اللي. الصاير اخويا والعلف راك عارف غاليه. إلا زاد سيمانة راه سيمانة دابا كياكل 600 حتى 700 حتى 500 تبارك 35 درهم 35 درهم. إلا كاين شي واحد اللي بغى السلعة راه كاينة إن شاء الله، السلعة موجودة موجودة سادي موجودة إن شاء الله. يلاه سيعطي النميرة 06 71 65 04 75. الله يسخر يجيب الله التيسير كل شيء على الله. السلعة قليلة شي شوية ولا إن شاء الله. إيوا السوق تيم حضيت راه صغير ما اللي غير كسر صغار. لا دابا السلعة تبارك الله أخي الإخوان راه عطاني نميرة التليفون، السلعة تبارك الله راه موجودة، الله يدير خير، الله يجيب التيسير، الله يكمل بالخير، الله يسهل الأمور. هاي 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 الله يسهل الامور، الله يسخر. شحال الرئيس وين؟ 30 1500 درهم 1500 هي ديال هنا ديال تيم حضيت. شحال قلتي لها البيع؟ نعم شحال تتقول البيع؟ 34 1700 درهم البيع. خمسة وخمسين تبارك الله 2750 درهم 2700 هذه تباع 28 4000 درهم تبارك الله باش قطعوا 4000 درهم 55 قطعوا الجملة دريتي يدي عنده غيره